فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب المجد لك. فلنصغي. قال الرب هذا المثل: رجلان صعدا إلى الهيكل ليصليا، أحدهما فريسي والآخر عشّار. فالفريسي انتصب يصلي في نفسه هكذا: اللهم إني أشكرك لأني لست كسائر الناس الخطف الظالمين الفاسقين، ولا مثل هذا العشّار إني أصوم في الأسبوع مرتين وأعشر كل ما هو لي. وأما العشّار فوقف عن بعد ولم يرد حتى أن يرفع عينيه إلى السماء، بل كان يقرع صدره قائلاً: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. أقول لكم إن هذا نزل إلى بيته مبرراً دون ذاك، لأن كل من رفع نفسه وضع، ومن وضع نفسه رفع. المجد لك يا رب المجد لك. الله معكم. صباح الخير. سلام الرب يسوع. مثل العادي قبل ما نبلش بالوعظة اليوم، لقائنا هو من أجل ذكرى الأربعين لراحة نفس سلوى مسعد الراقدة على رجاء القيامة. كمان عنا ذكرى السنة ليوسف زرقة. مثل العادي نجتمع من أجل الأموات. يمكن البعض بيفكر إنه نحن جايين بس كرمالهم، مننسى أحياناً إنه هني معنا، حاملينهم بصلاتنا لحتى نحطهم على حول المذبح، ونسأل الرب يسوع الحمل الذي أخذه سمعان الشيخ بين يديه هو الذي سيفتديهم ويمسح آلامهم ويمسح ذنوبهم ويجعلهم من القديسين في ملكوت السماوات. من هيك دائما منقول إن شاء الله يكونوا من القديسين. أدوار، بسام، أمين، إيفون، إن شاء الله ما نكون نسيت حدا. من يومين نحن احتفلنا بدخول المسيح إلى الهيكل بعد 40 يوم. وهل دخول المسيح إلى الهيكل بعد 40 يوم؟ سمعان الشيخ أخذوا بين إيدي. يمكن إذا بنقرأ بإنجيل لوقا الفصل الثاني منشوف كل الحدث كيف صار. ولمن اتطلع فيه سمعان الشيخ وأخذوا بين إيدي، قال له: الآن تطلق عبدك أيها السيد بسلام. مثل كأنه عم يقول له للرب: أنا شبعت من هالدني، شبعت من كل الأمور اللي مرقت عليه، ما في شيء بقى أنا بحاجة لقلو على هالأرض. It's time to go. قال له للرب: هلأ خذ عبدك، الآن أطلق عبدك أيها السيد بسلام. بما أنه نحن اليوم بهالأربعين جايين كمان نحط سلوى بين إيدينا الرب، ومثل ما قلت لكم قبل بمرة، كل إنسان عندما يغمض عينيه عن هذه الأرض على رجاء القيامة بده يفتح عيني على وجه الرب يسوع. عندنا 3 أحداث بالتاريخ الكون صارت على الأرض لمن الرب أقام الموتى من الموت: طبيثة الفتاة اللي عمرها 12 سنة، ابن الأرملة نائين، شاب كمان أقامه الرب، وأليعاذر قبل أحد الشعنين. هالثلاث أحداث كان برهان للإنسان، وخاصة عيد
يلي مرق علينا سمعان الشيخ لمن رأت يسوع بين إيديه، هو تعبير وبرهان لكل إنسان متألم من الموت. من كل عيلة عند ألم الموت فقدت أحد أشخاص العيلة عزيز على قلبها، لحتى نتعزى ونقول أنه فعلا ليس هناك من موت. إلنا الكلمة الأخيرة ليسوع المسيح، كلمة الحياة. ولمن يسوع يلتقى بالموت، الموت لن يعد له الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة هي ليسوع المسيح: طبيصة قومي أيها الشاب، لك أقولكم لعاذر هلم خارجا. واليوم نداء الرب يسوع لسلوى وليوسف يلي كل ذكرناهم عم نصلي من أجل راحة نفوسهم، يلتقوا بوجه يسوع المسيح، يفتحوا عيونهم على وجه يسوع المسيح ويكونوا من القديسين. هذه هي تعزيتنا، هذه هو قوة إيماننا. إن شاء الله يا رب. سلوى يلي ما التقى بسلوى، أنا ما بتمنى لحدا يمرق باللي مرقت فيه سلوى. مش هعيد كرر الكلام لأنه بهيكن بيأثر على القلب، ما بدي أقلم العيلة. إنما سميتها يمكن بالعهد القديم عنا أيوب وصبر أيوب قد ما تحمل ألام، كمان بالنسبة لإلي صدقوني سلوى وألامها يلي عانته يمكن من راسها لآخر أخماء إجريها، من كل جسمها كان يعاني ألما، ولكن كانت تقول الحمد لله نشكر الله. يمكن تاخد معها كانت 10 دقائق ربع ساعة لتقوم من الكرسي لتجي تفتح الباب لتاخد الإرباني لمن كنت روح زورها بالبيت. المسيح قام، نفسها بالسماء، وإن شاء الله تكون من القديسين يا رب. اليوم أخوتي الأحبة، يمكن مرق علينا 3 أسابيع كثير مهمين بحياتنا. بأحد الأداديس مرة قلت لهم يمكن أنتوا رايحين على كاميرا، إذا واحد جوعان عشو بده يصير يتطلع؟ بده يصير يتطلع على حرف M، شايف؟ يصير يدور وين في ماكدونالد لأنه جوعان. والخي وصلت على ماكدونالد، خي وصلت هلأ بزد جوع، مشوار طويل. أنا عم بعطي شوية تشبيه. من 3 أسابيع حطت لنا الكنيسة 3 أحداث كتير مهمين. الحدث الأول هو زكى العشار، بعدين أحد الماضي المرأة الكنعانية، واليوم الفريسي والعشار. هل 3 علامات أنا بسميهم 3 إشارات أو 3 أعلام عم تحضر الكنيسة إلى من؟ إلى بعد أسبوع أو أسبوعين بده يبلش اسمه الزمن المقدس، الصوم الكبير. عم تحضرني الكنيسة شوي وشوي، بلش تتلوح الإشارات. هاي الإشارة، أول إشارة لما طلع زكا، زكا كنا منعرف على السريع زكا كان عنده شوق. فإذا أول علامة أو أول علم بده يبين لنا أنه نحن صرنا قراب من الصوم، الزمن المقدس يلي بده يفوت الإنسان. انتبهوا يا جماعة، لا لتقليد ولا لمناسبة ولا أي شيء نحن منمارسه بالحياة، هو كله نبعد عنا. أن تدخل في زمن مقدس، أن تعيش مع الله. من هيكن الصوم أكثر من أنه نقول أنه نحن منقطع عن الأكل، أكثر من أنه نقول نحن منقطع عن المي أو منقطع عن أي شيء، هو أن أعيش، أن أعود إلى ما كنت عليه قبل ابتعاد الإنسان على الله. فأنه كأنه الصوم بده يجردني من كل ما هو المادي وعبء الأرض. من هيكن أول إشارة الشوق. الشوق لمن؟ أنت لمن تطوق؟ أنت لمن تتشوق؟ قال له زكى: أتشوق إلى لقاء يسوع، سمع بيسوع، عرف يسوع شو عمل قدامه، يمكن عرف أقام موتى قدامه، فتح عيون العميان قدامه، صنع عجائب، اللي مكرسح عم يمشي والمريض بالبرص شفاه وأعد له صحته. قال زكى: أنا بدي التقى، بدي أشوف منو هالإنسان يلي اسمه يسوع المسيح.
بما أنه كان عنده صعوبتين، الصعوبة الأولى قصير القامة، والصعوبة الأكثر شراسة هو إنسان عدو لأهل بلده، عشار ورئيس العشارين، سميته أنا مثل التول على الام 4 والام 5. كيف ما مرق إنسان من قدامه كان يأخذ منه التاكس ويدفع التاكس لأعداء شعبه، من هيك كان بمبوز. فإذا عنده عهدين، القصر القامي ووضعه الاجتماعي، ما قدر يفوت بين الجموع يلي كانت تضحيك بيسوع. قال لك لأنه إذا فتت بين الجموع شي واحد بده ينتقم مني، بده يقتلني أو يأذيني. قال لك بطلع على شجرة السيكامور تري، طلع على شجرة منسميها نحن شجرة التين إذا بدكم تقولوها بالعهد القديم، الجميزي، وهي نوع من التين وأوراقها كبيرة، والشجر الغصن تبعها بيفلش بالعرض، ما بيروح بالطول، بيفلش بالعرض. قال أنا بطلع على شجرة الجميزي لأنه يسوع مارق من هونيك. يسوع حس هذا اللي بدكم تخلوا يسوع يحس فيكم. يسوع بيحس فيكم، بس هو بده يشوف قديش أنت عندك شوق تلتقي بيسوع، الشوق أن ألتقي بيسوع. من هيك هالشوق اللي فيه زكا غير له كل حياته. ودايما بقلكن خلي يسوع يغير لك كل حياتك، خلي يسوع يقلب كل المقاييس من حياتك، خلي يسوع يغير أنت المألوف العايش فيه لحتى فعلا يتم الخلاص لإلك ولكل إنسان بيلتقى فيه. لما عرف يسوع هالإنسان بشوق لإلي، قال له زكا نزال، أنا بدي روح على بيتك. دخل بيت عشار خاطئ منبوز من شعبه. والحلو كل غضب الناس يلي كان عند زكا أم أخذوا يسوع، تحول غضب الناس من زكا، غضبوا من يسوع. شوفوا يسوع كيف بياخذ عنا العبء، ليش؟ لأنه مخلص. انزال يا زكا عن الشجرة، أنا اللي بدي أرفع، أنا سأرفع على هذه الشجرة لأصلب وأفتدي البشرية، أنت انزال أنا بدي أطلع. يسوع صعد على الصليب ليفتدي البشرية. شوفوا هالصورة الحلوة، انزال يا زكا، أنا سوف أصعد على الخشب لأفتدي الإنسان. ودخل بيته. أحد الماضي المرأة الكنعانية، the hero of faith، بطلة الإيمان. المرأة الكنعانية بطلة الإيمان يلي هي كانت أمثولة ودرس للرسل ولكل أمة آل إسرائيل، لأنه كانت تعتبر من الوثنيين، كانت من عباد الأوثان. ولكن لما عرفت بيسوع بصوره صيدا، اجت لحده يا رب يا ابن داود، حطت ايمان اسرائيل كله سوا، حطت ايمان اسرائيل كل الكتاب المقدس بكلمتين، يا رب ابن داود، يعني يا الله، يا ايها الملك، ايها النبي، ايها الاله، اعني. ومرقت بثلاث صعوبات، مرقت بثلاث تجارب مع يسوع. أول مرة استلشق فيها يسوع، ثاني مرة قال أنا جئت لأبناء شعبي، وثالث مرة قال لا يمكن أن يلقى خبز البنين إلى الكلاب. تفضلوا، ثلاث تجارب أو ثلاث امتحانات مرقت فيها. يمكن الواحد إذا سمع الإنجيل بدي يقول إف، هل يسوع عنده discrimination؟ بالعكس، بدي أرجي تلاميذه قديش هالمرأة يلي أنتوا بنظركن هي وثنية، أنتوا بنظركن نجسي، أنتوا بنظركن ما عندها إيمان، هي بطلة الإيمان ومبشرة كل الأمم بزمن يسوع. طلع فيها ألا يمرأة إيمانك، هذا هو الإيمان، إيمانك فليكن لك بحسب قلبك. كانت بطلة الإيمان. فإذن أن تتشوق إلى يسوع مع زكا، بده يكون عندك فعلاً بطولة بالإيمان، وأن تتمسك بالإيمان رغم التجارب، رغم التجربة والامتحان اللي مرقت فيه. قالت له ليسوع بدي أخذ النعمة ولو شو ما بده يصير،
لو بدك تدعوسني بدي أخذ النعمة منك. وفعلا أخذتها للنعمة من يسوع. هيدي هي اختصبت النعمة من يسوع بالقوة. من هيك كان لها الإيمان العظيم يلي ما كان مثله بعد بإسرائيل. واليوم الحدث الكبير زك العشار والفريسي. يمكن هتأخر عليكم شوي بس بدي إياكم تشبعوا كتير. تعرفوا بالهيكل الهيكل الثاني لما الإنسان كان في وقتين للصلاة عند الصبح والساعة 3 بعد الظهر بيسموها الكفارة، صلاة الكفارة يعني تكفير عن الخطية. كل إنسان بيعرف بإسرائيل أنه عند الصبح وعند المساء فيها الصلوات بدها تصير بالهيكل، إن كان حد الهيكل يروحوا على الهيكل أو إن كانوا بعاد بيعرفوا أنه لازم يوقفوا عن كل شيء لحتى يصلوا. شو بيصير بالهيكل؟ بيصير على المذبح التقدمي بيذبحوا الذبيحة الحمل أو يمام أو إلى ما هنالك ويرش الدم على المذبح، وبعدين الكاهن يدخل إلى مستوقد البخور وبيرفع البخور بيرجع بيقول للشعب قد تمت الصلاة وحصلتم على الغفران. يعني هودي اثنين طالعين عارفين شو عم يعملوا، بس واحد شوفوا كم أنا قال هذا الإنسان أنا أصوم أنا أصلي أنا أعشر أنا أنا أنا، كأنه قال له لالله زيح من محلك وأنا بعد محلك. قال له لالله زيح من الدرب أنا هو الله. ليش حكى مع الإنسان حكى مع غيره؟ مع أنه ثلاث أربع شغلات: أن تدخل إلى الصلاة أن تمجد الله، أن تدخل إلى الصلاة أن تطلب الغفران الخطايا، أن تدخل إلى الصلاة تشكر الله على النعم، أن تطلب الصلاة رابع وحدي أن تتمنى الخير وتطلب الخير للآخرين ولنفسك. هؤلاء الأربعة ما كانوش موجودين مع هالإنسان الفريسي. من هيك قال عنه الرب نزل تي 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 مثل ما رحتي مثل ما جيتي. بس هالإنسان العشار واقف عن بعيد قال لك حتى مش قادر يرفع راسه. شو قال له للرب؟ حصل على الغفران وحصل على النعمة وأخذ نعمة الفداء. اللهم نحن شو منعمل بالصلاة؟ بتلاحظوا بالقداس قبل ما نتناول شو منقول ثلاث مرات؟ اللهم اغفر لي أنا الخاطئ. قلوها معي: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. ليش عم تقولوا له هيك ليسوع؟ ليش عم تقولوا له هيك ليسوع؟ عرفانين ليش عم نقول له هيك ليسوع؟ لاحظوا عهد القديم كفارة الذبيحة الكفارة، والعهد الجديد يسوع المسيح على الصليب يرش الدم، يرش الدم والماء على الكنيسة وعلى العالم كله ليفتديه. عم تقولوا له ليسوع مش بس الغفران، يا يسوع كفر خطيئتي بدمك مثل موقف العشار. يا يسوع يا رب كفر لي خطاياي، يا يسوع محي لي خطاياي. بدكم تعملوا هالمقارنة بين اثنين. من هيك يا جماعة نحن لما نفوت بزمن الصوم ما نفوت فيه بهالنية هاي الشوق بطولي في الإيمان وقمة التواضع: اللهم اغفر لي أنا الخاطئ وارحم. يا رب نشكرك على النعمة، على نهار جماعتنا بين هالعائلتين موجودين معنا اليوم عم نصلي من أجل سلوى ويوسف. نطلب منك النعم والبركات أنه أول شيء تكونوا معك، يكونوا معك بالسماء كل اللي ذكرناهم يا رب من الأموات، أن يكونوا من القديسين الذين مثل ما سمعان الشيخ شاف نورك هن يشوفوا النور الإلهي ويكونوا من القديسين في ملكوتك. امنحنا الشوق يا رب، امنحنا بطولة الإيمان، وامنحنا نعمة التواضع وكفارة عن ذنوبنا التي اقترفناها لكي نسلك ونتوجه إلى الصوم المقدس الأربعيني. آمين.